السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الآن صار مكتملا بياض لحيته، قليلون هم الذين يعرفون أن برأسه صلع، أسماله التي تتدلى على كتفيه تغطي جسدا لا ينفك يتضاءل وتضفي عليه بعضا من الوقار. يبدو الرجل وكأنه يقبل من تاريخ سحيق، ولكن الذين صنفوه مجنونا وأولئك الذين قالوا عنه مجذوبا لم يغيروا نظرتهم إليه. هو المجنون المسالم أبدا، وهو المجذوب الذي يتسلى بعضهم بالبحث عن حكمة ينطقها يتحينونها ليتخذوا لها مكانا بين أقوال أخرى يعدونها حكما ويزينون بها كلامهم. الطيب هو اسمه المعروف، رجل أتى إلى أزمور منذ زمن بعيد، ولأنه رجل مسالم لم يؤذي أحدا قط، لم ينشغل الناس بالنبش عميقا في ماضيه. كان منهم من يطعمه مما يأكل ويلبسه مما فضل عنه من لباس، ومنهم من كان يتجاهله، بل إن منهم من يحسبونه على جنس الحيوانات، ومن الناس من كان يناديه بالمجذوب ويترقب ما قد ينطقه من كلام به حكمة ليتخذه حكمة. ثم إنه في نظر أكثرهم مجنون ينبغي التعامل معه بكثير من الحيطة والحذر. حين يتنقل في الشوارع يحمل على ظهره كيسا فيه أشياؤه التي لا يتخلى عنها، وحين يغفو أو ينام فإنه يتخذ من ذلك الكيس الذي لم يعد يظهر لونه الأصلي لاتساخه، يتخذه وسادة. في النهاية يبقى الطيب واحدا ممن صنفهم الناس مجانين، ما أن لمسوا لديهم تصرفات لا تشبه تصرفاتهم، وكثيرا ما ألصق الجنون بأشخاص بلا سبب ولا تعلة. كان من المألوف أن يرى الطيب في أزقة القصبة أو في محيطها. كل مساء يأوي إلى سكن أرضي في عمق زنقة تتفرع عن شارع مولاي بوشعيب، يمضي به الليل ثم يغادره ما أن تظهر خيوط الصبح الأولى. حين يحس بالجوع كان يكتفي بالوقوف صامتا أمام محلات لا يقف عند غيرها. عدا الأيام الماطرة كانت جولة الطيب تتسع إلى ضفاف نهر أم الربيع. كان أكثر ما يستهويه الخيل، كلما رأى فرسا توقف للنظر إليها، وقد شوهد وهو يتأملها ساعات حين يصادفها في مراعيها، وربما اقترب من واحدة منها وراح يمرر كفه على جيدها، ويستغرب كثيرون كيف أن تلك الخيل لا تنفر منه، ويعجبون كيف أنها تسكن إليه. بدأت السنوات تثقل كاهل الطيب وصارت تتثاقل حركته، ولكن الحياة في أزمور تتواصل بوتيرة عادية. من سيسأل عن الطيب؟ قد لا يكون هناك من يسأل عنه، ولكن بعيدا عن القصبة في جلسة سمر دار حديث عن الطيب المجذوب، وقد شكك أحدهم في جنون الرجل وذهب إلى أنه يخفي أسرارا. قال آخر مازحا إن أسراره قد تكون في الكيس الذي يحمله معه ولا يتركه. لم يتطور الحديث إلى الخوض في تفاصيل حياة هذا الرجل الذي لا يزعج أحدا ولا يؤذي أحدا، ولكن أحد الذين كانوا بين الساهرين في ذلك البيت المطل على نهر أم الربيع قرر أن يعرف ما يضمه كيس الطيب. منذ تلك اللحظة صار الموضوع يهيمن على تفكير الرجل، واسمه عبد العالي وينادونه عليل تحببا. يملك عبد العالي محلا لإصلاح كهرباء السيارات، ويشغل معه ابن أخت له في 18 واسمه خالد، وشابا آخر جاء من سيدي بوزيد، وكان وجود الشابين يتيح له الجلوس والتفكير. الحديث الذي دار في تلك الليلة حول كيس الطيب يلازمه، يحدث نفسه ويقول إنه لا يريد أن يؤذي الطيب، وأن ما يهمه أن يعرف ما بداخل الكيس المتسخ الذي يلازمه ليل نهار. فكر في أن يرسل من يخطف الكيس من الطيب حين يكون مارا بأزقة القصبة، أو حين يكون في الطريق إلى ذاك السكن
الذي يأوي إليه كل مساء، ولكنه خشي ألا يحصل على الكيس. بدأ يحس بأن الموضوع صار يكتسي لديه أهمية لا أهمية قبلها ولا بعدها. ثم استقر رأيه على أن يتبع خطوات الطيب على مدى يومين أو ثلاثة حتى يتمكن من ضبط مساراته كلها، على أن يحدد المكان والتوقيت المناسبين لخطف الكيس. باشر العملية وكان يمشي خلفه من بعيد، وحين يجلس فإنه كان يجلس ويراقبه. في اليوم الأول تبعه إلى داخل قصبة سيدي محمد بن عبد الله، ثم تبعه في المساء حيث كان يريد إلى ذلك السكن الذي يأوي إليه. لما دخل ورآه يقفل الباب خمر عبد العالي الشك في أن يكون الرجل مجنونا. أيقن أن الفرصة الأمثل للاستيلاء على ذلك الكيس المتسخ حين يكون الطيب نائما. لم يرد أن يشرك أحدا في الأمر، ولذلك اضطر مساء اليوم الثاني أن يحاول فتح باب ذلك السكن. أثناء معاينة قفل الباب بدا له أنه بالإمكان بقضمة كماشة واحدة أن يقتلع القفل ويفتح الباب. ثم توقف تفكيره، وماذا بعد فتح الباب؟ ظل واقفا عند ذلك الباب الحديدي الذي اكتسحه الصدأ من أكثر من مكان، ثم انتبه إلى أن من مروا من الزقاق استوقفهم وجوده هناك، لعلهم يعرفون أن لا أحد يدخل ذلك البيت إلا الطيب. غادر المكان بخطى متسارعة. حصريا في تلك الليلة استقر رأيه على أن يقتحم الباب على الطيب ويأخذ الكيس، وظل مصرا على أن لا يشرك معه أحدا. في الغد لن يكون بحاجة إلى أن يتبع الطيب في جولته كاملة. أمضى نهاره في ورشة إصلاح كهرباء السيارات، عاوده حلم يقظة، فخيل إليه أنه سيجد في ذلك الكيس كنزا وأسرارا كثيرة قد تقلب حياته رأسا على عقب. حين مالت الشمس إلى المغيب جاء بدراجته النارية إلى شارع مولاي بوشعيب، تركها عند مدخل الزقاق المفضي إلى سكن الطيب، ربطها بسلسلة من حديد إلى عمود نور. وما أن خطى بضع خطوات حتى ظهر الطيب يمشي بخطاه المتثاقلة. مر بمحاذاته دون أن ينطق كلمة واحدة، بل إنه لم يلتفت إليه، ولم يكن لعبد العالي أن يستغرب مثل ذاك السلوك من رجل مجنون. مضت عينه مباشرة إلى الكيس، كان من الحجم الكبير فيما يبدو، وقد أمسكه من منتصفه، وما لبث الطيب أن توارى. انتظر عبد العالي زهاء ساعة، ولما لاحظ أن الحركة بدأت تقل في شارع مولاي بوشعيب تحرك نحو المنزل أسفل الزقاق، تجاوز عمود النور الوحيد، ولما اقترب من الباب كان المكان شبه مظلم. التفت خلفه، نظر جهة مدخل الزقاق، ثم أخرج الكماشة من جيب معطفه الجلدي، أمسكها بيديه وجعل فكيها ينفتحان في الحدود القصوى. أمسك بالجزء الناتئ من القفل، ثم جعل الكماشة تعض عليه بإحكام بحركة دائرية أحدثت صوتا لم يكن يرغب في حدوثه. انفتح الباب، ظل مكانه عدة دقائق، فقد يكون انتبه الطيب إلى الذي حدث. ولما لم يظهر المجنون تقدم إلى الداخل وهو يقفل الباب. المكان مظلم ولا يدري في أي جهة يسير. غامر بإخراج ولاعة من جيب معطفه وقدحها، يبدو أن عليه أن يسير جهة اليمين. مضى في اتجاه اليمين فاكتشف باب غرفة ظن أن الطيب ينام فيها. دخل الغرفة، لا مجال للتراجع الآن. قدح بولاعته فظهر له جسم الطيب ممددا على ما خاله سجادا مزركشا، ولما لم يرصد ردة فعل اقترب منه، انحنى. الطيب يتوسد الكيس، ولكن عبد العالي لن يتراجع ولن يرجئ أخذ الكيس إلى يوم آخر. أمسك به بقوة وسحبه جهته، ولما أيقن أنه في قبضته نهض ووقف استعدادا للرد على كل مقاومة قد يبديها المجنون. لعدة ثوان حسبها دهرا ظل واقفا، ولكن الطيب لم يتحرك. ظن عبد العالي أن المجنون غارق في نومه وأنه لن ينهض ليقاومه. خرج من الغرفة، ولما كان بباب المنزل التفت ذات اليمين وذات الشمال
ثم صعد الزقاق شبه المظلم يظن أن لا أحد رآه. ربط الكيس بإحكام على دراجته النارية وانطلق، يعلم أن الورشة أغلقت وأن العاملين غادرا، وتلك فرصته ليكتشف على مهل ما بداخل هذا الكيس العجيب الذي كان يلازم الطيب. ركن دراجته النارية وأقفل الباب من الداخل، حرص على أن يقفله بمزلاج سيحول دون فتحه من الخارج. مضى إلى ما يتخذه مكتبه، لحظتها بدأت تبلغ أنفه رائحة كريهة، لم يكن يخامره شك في أن الكيس هو مصدرها. تحت ضوء المصباح فتح الكيس، كان أول ما وجد معطفا يبدو أن أحدهم تصدق به على الطيب، ثم اكتشف سروالا وتحته مباشرة شيء يشبه المحفظة وقد لف بقطعة قماش لونها داكن. أمسك بها وعجل بإخراجها من الثوب، كانت محفظة جلدية قديمة. قال عبد العالي لنفسه إن مثل تلك المحافظ لم يعد متداولا. لما فتحها ظهرت عدة أوراق قديمة أخرجها بعناية، بدت له تشبه الوثائق التي يحررها العدول. لم يستطع أن يكتشف مضمونها، ترك المحفظة جانبا وعاد ينقب ما في الكيس. عثر على حافظة نقود اكتشف بداخلها بطاقة تعريف قديمة. نظر إلى صورة صاحبها، كان يشبه الطيب، قد يكون هو، ولكن الاسم المدون على بطاقة التعريف تلك هو حمادي برواقي. لم يكن في الحافظة أوراق نقدية. وضعها على الطاولة. في قاع الكيس شيء لف في قطعة ثوب صغيرة. لما فتح الربطة اكتشف دملجا من فضة لم يخامر عبد العالي أدنى شك في أنه قديم جدا. عدا ذلك لم يكن في الكيس شيء آخر. أعاد المعطف والسروال وألقى بالكيس في مكان يجمع فيه المتلاشية من قطع غيار السيارات. صار يوهم نفسه الآن بأن السر الأكبر في كيس الطيب هو ما ستنطق به تلك الوثائق العدلية، وقد قرر أن يمضي بها بعيدا عن أزمور إلى الجديدة ليعرضها على عدل يفك طلسماتها. قرر أن يفعل في صبح اليوم التالي. في حدود 10 صباحا خرج عبد العالي من بيته يحمل الحقيبة التي ضمت تلك الوثائق. كان يريد إلى المحطة بحثا عن سيارة أجرة أو حافلة منطلقة إلى الجديدة. وما أن ابتعد بضعة أمتار عن الباب حتى اقترب منه رجل ذو بنية قوية، ودون مقدمات أمسك بذراعه ومضى به إلى سيارة كانت متوقفة غير بعيد. حاول أن ينتفض ولكن الذي يمسك به أقوى منه. كان في السيارة رجلان. ما أن أدخل السيارة حتى أبلغه الجالس في المقعد الخلفي أنهم من الشرطة. أخذ منه المحفظة وهو يسأله: أأنت عبد العالي صاحب ورشة إصلاح كهرباء السيارات؟ نعم. ولم قتلت الطيب المجنون؟ لم أقتل أحدا. سنرى، قال صوت الذي يجلس بجانبه. أثناء التحقيق معه جاء من يقول إن الطيب مات موتا طبيعيا، ولكن اكتشاف تلك الوثائق بحوزة عبد العالي دفعت إلى تعميق التحقيق. كانت تلك الوثائق كلها تعود إلى الطيب، وهي ملكيات أراضي شاسعة في أطراف برشيد. ظل لغزا سبب هجرته إلى أزمور. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.